السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله اخوان مشارف. مقطع جديد، مقطعنا اليوم تحدي صيد البقر. سمك صيد البقر. المشكلة كمان اني بكون معاكم يعني على العموم. تحدي صيد السمك، تمام. بشار سمك سلمون وسردين. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ على العموم كل واحد بيكون معه محاولة، طبعا أربعة بيكونوا جوا الباب، تمام؟ كل واحد معه محاولة عشان يطلع البقية، وأكثر واحد بيفوز بالجولات حيعاقب بعدين الباقيين كلهم. أكثر واحد يعني ما يتلسع. بالضبط. يبقى في الباب لوحده. مشينا. يلا مشينا. الحين عندي طبعا خمس محاولات، حجز أحاول فيهم لحد ما أجيبهم كلهم إن شاء الله. تمام؟ مسموح طبعا الحركة زي ما قلت لكم جوا الباب فقط. يلا واحد اثنين ثلاثة. حلو حلو حلو. ياسر برا، ياسر برا. دخل برا. ترى غش، ما يصير انك تدخل جوا الشبك. صح، ما يصير انك تدخل. يلا هذه ما نمشيها. مرة ثانية، مرة ثانية تدخل جوا الشبك، الثاني فايز. ها يلا، كفاية عليهم. صح والله، خلاص طولوا. السلام عليكم شباب. يلا اثنين. كفو. يلا اوكي، هذه عندي الحين. جاهزين؟ لا. حلو. على سريع. طلع طلع. اي. يلا هذا الحين ابشمت خلاص. لا لا دوشه دوشه طيب. صلع. الله يا ساتر. سريع سريع، لا تستنى. الله 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 الله. سريع يا براء، لا تستنى. الله 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 الله. طبعا الحين قربنا المسافة عشان برا يجيبنا بسرعة. جيبه مرة ترى قريب. طبعا يا جماعه اكتشفنا انه لو بنجي زي نوعيات براء كلهم ما شاء الله، بنجي ساعه عشان يجيبونه، تمام؟ فاللي يطلع حيشوط معاه، تمام؟ لطفي الحين بيشوط مع براء. جاهزين؟ لمسك بياسر؟ لا لا ما نمسك. ياسر برا؟ لا لا ما نمسك. ياسر برا؟ نرجع للفار. الفار الفار. اكشن! هلا شوف! فجأة جتني واحدة. Oh!
اوصل للنهاية واخسر والله ايش في. اوه حاجة حيبلعوا العقاب مني، العقاب حيبلعوه مني، خذوه. تمام، لو لطفي فاز علي الحين برا يعتبر اللي فاز بمجموع الجولات هو اللي حيعاقبنا، لكن شوف. لو انا فزت على لطفي شوف انا حجي بصير بصير بيني وبينك، انا بخليك تفوز بس لا تديني خلاص. ترى كلنا مع بعض، لو ما ادك عقاب ما حيديني. لا 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 يلا 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 شباب يلا خبري ما رجع. جل انا كمل كمل كمل. اه هات الكور هات الكور هات الكور. ثلاث نهائيات يا جماعه وخر وانتم اياه، ثلاث نهائيات اخسر فيهم. احنا العقاب عند براء. شوف انا جبته والله لا يجددكم كلكم. براء انا ساعدتك كن رحيما. براء انا ساعدتك حتفكروا ترجع لنا. يلا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اوكي عيال اسمعوا، العقاب كالتالي، انا جبته خفيف ولطيف وحلو ما في كوبري خلاص مين دلي. طيب المهم شوفوا العقاب كالتالي، ابغى كل واحد منكم يتشمط من اربعه اللي فينا. بس كيف كيف الطريقه شمطنا وخلصنا. لا 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 اسمع اسمع شمطنا. هتوقف هناك شايف كيف في نص المرمى حلو، يعني احنا الاربعه نشوط علينا كلنا. إيه؟ يعني لو انا انتوا الاربعه تشوطوا علي، لو انت انت ما حتنشط علي. لا اكيد بس شوف مسافه الشوط بحكم ما شاء الله عندنا فنانين هنا حتكون من هنا. طيب خلاص تمام ليتس جو. يلا يلا واحد اثنين ثلاثه. والله تلسع يا حرام والله تلسع. هذا الثاني هذا الضحيه الاولى. هذا الثاني يلا يلا يا ابو والد يلا سريع دوف سريع. يلا استنى استنى انا انا بس جاك الخط بس. يلا عد بشار واحد اثنين ثلاثه. والله تعبت واحده والله رحمتك وضيعتك. يلا يا بشار او لطفي يلا مين؟ انا بيقول لك. اوه يا عيال المخزن ترى. اوه يا عيال بشار هو اللي ضرب فيني ولا انت اللي حطيته؟ واحد اثنين ثلاث. يا انا صقعته لحالي يا عيال. يا شيخ شكرا يا شيخ انا حطيتها في 90. واحد تنتم ميتين اثنين ثلاثة. والله يا سدت لي واحدة عليك. والله والله يا المسكين. جود جيم جود جيم. هذا كان مقطعنا اليوم، عندكم على الفعل المشاهده اخوان بشار، لو حابين انه اكثر من هذه المقاطع قولوا تحت في الكومنتات، وقولوا لنا برضو مين اللي تتوقعوا كان من الاول انه بيفوز. طبعا المقاطع هذه ممتعه بالنسبه لنا ولكم طبعا اكيد وننجلد احنا وانتم مستمتعين. انتم تستمتعوا احنا ننجلد. على العموم حسابات موقع التواصل الاجتماعي تحت وحساباتي كمان
وحسابات الكل خلصوني. لا تضيفوا احد غيري تمام. مركز اكثر شيء على الانستغرام المقاطع اللي راح تنسوا تشوفوها الدائرة اضغط عليها ولا تنسوا تشتركوا في القناه عشان صاركم كل جديد باذن الله. وفي امان الله. سي يو.